مجلس إدارة النادي الأهلي إنه الكابتن وكابتن حسام غالي هيكون رئيس بعثة النادي الأهلي في المغرب بماليه. أنا ما عنديش شك طبعاً إن حسام غالي واحد من أكبر وأفضل الكفاءات في النادي الأهلي، وخصوصاً فيما يتعلق بكرة القدم، وأعتقد إن ترأسه للبعثة هيكون أو هيمثل إضافة كبيرة جداً بماليه طبعاً من خبرات كبيرة جداً بره مصر وجوه مصر، وإن شاء الله بإذن الله تكون رئاسة موفقة. لكن الحقيقة كمان خليني أقول لكم إنه كابتن محمود الخطيب بنفسه حريص على إنه يكون مع البعثة، وهيسافر مع البعثة كمرافق ليها. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنه يرجع لنا بألف سلامة. يهمنا طبعًا، أنا عارف طبعًا إنه في يعني دايمًا تحذيرات وفي ممنوعات، والطاقم الطبي الكابتن محمود الخطيب والأطباء المعالجين ليه حاطين له برنامج يعني معني بأدق التفاصيل، منه طبعا فكرة الإرهاق ومنه قصة السفر والطيران وإلى آخره. لكن كابتن محمود الخطيب فضل وكان حريص الحقيقة أنه يكون موجود مع البعثة، وبالتأكيد وجود كابتن محمود الخطيب هيكون طبعا دفع معنوية كبيرة جدا جدا قبل مواجهة الوداد، اللي إن شاء الله بإذن الله كل المعطيات بتقول أنها إن شاء الله بإذن الله تكون في صالحنا. وخد بالك أنت رايح الأهدأ أعصابا، انت رايح الافضل حظوظا، اذا كان في توتر او اذا كان في ضغوط فهي بالتاكيد على فريق الوداد اللي محتاج يرجع في النتيجه. واعتقد ده باذن الله قدام فرقه النادي الاهلي بحالتها بجاهزيتها الفنيه بتالق عناصرها كفيل بان هو يزود الفاتوره، وباذن الله ان شاء الله نحقق الفوز هناك. طيب